بامبو ستوديو برودكشن. ليتا مصر ريمكس. يا عمي صلي شوف ايه حصلي، الناس جابت لي جنان، دي ناس بتجرح في غيرها تفرح يزودوا الاحزان. مهما تكون جدع على طول، هما ما يتعاملوش بقصور، زادوا لي همي حرقوا لي دمي من قلة السلكان. طب فكك بقى من اللي بيغلط ويجيبها عليك، وان كان قلبك قتل وتعبك اقتله بيتك، ده ما حدش هيطيب جرحك ولا يسند فيك، الشده باين الناس كانت على طول حواليك. ليه مين هنفتح قلبنا؟ ليه مين هنشتكيك؟ الحزن عشش عندنا افهم يتحكي. لمين هنفتح قلبنا؟ لمين هنشتكي؟ الحزن عشش عندنا افهم يتحكي، افهم يتحكي. قليل يصونك كتير يخونك، ده حال هنعمل ايه؟ يبوس في وشك في غياب يغشك، ده خسيس بدرجة بيه. تقول ده طيب عليك يا عيب، في ناس بتكبر حتى اللي طبطب طلع مقرب عشان يمسح ايديه. طب فكك بقى من اللي بيتلوح رايح جاي، واللي يشوفك يحلف تقعد معاه تشرب شاي، يتكلم في حياه ناس تانيه وعايشين ازاي، يعمل وكانه بيطمن انسان رفاي. لمين هنفتح قلبنا؟ لمين هنشتكي؟ الحزن عشش عندنا افهم يتحكي. لمين هنفتح قلبنا؟ لمين هنشتكي؟ الحزن عشش عندنا افهم يتحكي، افهم يتحكي. ليتا مصر ريمكس.